هاي. قدمت ديزني على مدار سنوات طويلة عدد كبير من الشخصيات الكرتونية الخرافية يلي تميزت وعلقت بذاكرة الناس. بوكاهونتاس هي أول أميرة بديزني عندها تاتو. دامبو كان رح يكون نجم غلاف مجلة تايم سنة 1941 بصفته مامل أوف ذا يير، بس تفجير بيرل هاربر ألغى الفكرة وحل محله الجنرال دوغلاس مكآرثر على الغلاف. فيلم ألادن ما قدر يحصل على أي أوسكار خاص بالسيناريو لأنه روبن ويليامز يلي كان يلعب دور الجيني بالفيلم كان يرتجل بأكثر الأوقات، لهيك ما قدرت الأكاديمي تعرف شو انكتب بالنص وشو يلي ارتجل. مين قال إنه مارلين براندو والبيتلز رفضوا يكونوا شخصيات بأفلام ديزني The Jungle Book و Oliver and Company؟ أنا قال، شوفكم بكرة.